السلام عليكم خويا عبد الرحيم، شكرا على قبول الحوار هذا معنا. صافي بليزير تفوت معنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، نشكركم على الدعوه هذه. صافي بليزير راني معكم اليوم هنا. رحيم، ممكن تحكي لنا شويه على البدايه تاع المسيره تاعك واول فريق اللي تكونت فيه لعبت فيه؟ شويه على المسيره تاعك. المسيره تاعي بدات من نادي شامي بني عزيز، من لعبت ايكول كنا نلعبوا هنا مع مدربنا، كانوا مديرين تورنوا في ستيف، روحوا نلعبوا لي تورنوا هذو، وكانوا نادي ويفاق ستيف يبعث لجنة باه تكتشف المواهب، وين اكتشفوني وين رحت درت لي تيست واحد 5 تيست باش وليت نلعب في نادي ويفاق ستيف. شكون لونترينور اللي شافك اول خطره وداك لونطونس؟ المدرب سمير ميرطلا. سامي هو اللي اكتشفني وجا لي حتى لبني عزيز وقال لي انت لاعب عندك امكانيات كبيره وقادر تبروغريسي اكثر وان شاء الله تنجح. احكي لي على اول ايام تاعك كي دخلت لونبونس، نادي كبير بحجم الوفاق، كيف كان الشعور تاعك؟ يا نادي وفاق ستيف، الشعور كان تفرح بزاف كيما تلعب في نادي وفاق ستيف، صافي بليزير غران كلوب. جاني شعور كبير فرحة، أنا دارنا لخوتي بنات عمي أكل. نبداو نحكيو شوية رحيم الموسم هذا، الموسم هذا كان موسم استثنائي لي، خصوصا أنك هداف بطولة تاع الرديف، يعني حكينا سر الحس التهديف تاع الموسم هذا. هي الموسم هذا الحمد لله درت بون سيزون، كان موسم استثنائي. هي ما نكذبش عليك، الخدمة هي اللي توصلك لهذه النتائج تاعك، وين درت بريباراسيون مع فريق الاكابر، رحت لتونس وين كلاسيت برومي في تيست فيزيك، الحمد لله جيت لهنا وليت نلعب، مانيش نلعب في النادي الاول، نلعب في الريزيرف، وين كل ماتش نثبت باللي عندي ان شاء الله مكانه اساسيه في الفريق الاول. الحمد لله خلصت 27 هدف وواحد هدف مع الاكابر وزوج في لاكوب، سما هي 30 هدف. الحمد لله موسم ناجح بالنسبه ليا، وين الفرحه تاعي استدعاء تاعي المنتخب الوطني زاد حفزني وهكذا نزيد خليني نخدم اكثر واكثر بها البروغريسي ان شاء الله. حكينا على اول مقابله تاعك مع الاكابر، كانت نورمالمون ضد بارادو. كانت الموسم الماضي نادي بارادو، كان شعور خوف جان صغير تدخل تلعب، وكانوا ثاني بارادو غير كيما نقولوا غير كيما انا غير لي جان كلش، يعني كان ما تخدش شويه شغل بريسيون شويه، كانت لا بريسيون عنده شويه حفزك شويه اللي جوار اللي ساعدتك. عاونوني اللي جوار معايا حفزوني شويه بشويه حتى زدت لا كونفيونس هذه اللي راهي عندي والحمد لله. كنت صغير شكون اللي كان جوار تاعك القدوة هنا في البطولة تاعنا؟ شكون اللي كنت تحب توصل كيف؟ عبد المؤمن جاب. وفي أوروبا؟ كريستيانو رونالدو. ما هي علاقتك مع اللاعبين في الفريق؟ شكون هو الشخص اللي قرب فيك الفريق بزاف؟ أمير قراوي. أنا خيرت أمير قراوي. أمير قراوي غالي على التعريف، كرون جوار تطلع يعاون لي جان يساعدك تبروغريسي معاي ينعت لك ينصحك يديرك. مين واش تقيم المسيره تاعك لحد الان اللي كنت لونطون حتى الموسم هذا اللي دوكا الموسم هذا تكون سينيور اوفيسيال، واش تقيم المسيره يعني؟ المسيره راني نشوف فيها ان شاء الله في الطريق صحيح. حاب نسقسيك بصفتك الموسم هذا كسقائد فريق في الرديف، تقريبا المقابلات كامل اللي لعبت فيها كسقائد، وشنو الشعور تاعك تشوف روحك قائد في الرديف في لونبونت؟ يعني هي الدور تاعي قائد فريق، يعني قائد على الفريق، ماشي شغل نقولوا قائد لاصحابي ولا الاخر، شوف حاجه مش مليحه روح نهضر، ما نهضرش مع المدرب كامل، روح نقول له خويا كيفاش كاين كيف نديرو كيفاه، وكامل انا اللي يجي في التيران نقول له حاجه ما تعجبكش هضر مع صاحبك بالعقل الاخر نورمال، ما كان والو ما كانش قائد والله. واش هي الاحلام تاعك مع وفاق سطيف؟ يعني لحد الان واش راك تتمنى في وفاق سطيف؟ كنتمنى
احلام تاعي ما وفاق ستيف نكون في مكانه اساسيه ان شاء الله. ان شاء الله نفرح الانصار اللي عندهم بزاف ما فرحوش ان شاء الله، ومعلقين امل كبير فيا ان شاء الله نكون قدها ان شاء الله. صعوبات خويا عبد الرحيم اللي واجهتها في مشوارك الكروي؟ هي صعوبات كانت كثيره بزاف. 10 سنين وانا ننتقل من المدينه بني عزيز ستيف 70 كيلو، هي كان الاب تاعي يخلص الخدمه تاعو يديني كل يوم طالع حابط، ساعه ما يكون ساعه يكون مشغول، ساعه تروح تونطريني جيت تروح في ستوب صاديفو، فاش تروح صاديفو شغل صاديفو كل يوم انا راح نونطريني وما على باليش مع من نجي اسكو من بعد اسكو الاخر. فصعوبات كبيره البك ما زلت نعاني منها، وان شاء الله مع الوقت والخدمه وان شاء الله ننسى هذو الحوايج ان شاء الله. اسوأ شيء في مشوارك في وفاق ستيف؟ اسوأ شيء في مشواري في وفاق ستيف كما كنت جينيور كان حكمنا كان حكم قبل ما يحكمها، من بعد جا سمير ميراطلا حكمها، رحت قلت له الشيخ انا نسكن بعيد كيفاه هنا كيفاه اعطيني بروغرام تاع لونطريمون باه ندير حسابي كيفاه نجي القرايه والاخر. قال لي سهله، قال لي نونطريني مع 12 كذا كذا. راح قال الحسن حمار باللي هو الطفل ما يقدرش يجي وكذا، والعام هذا راح نلعبوا لا شامبيونا ولا كوب وكذا. هيا حسن حمار اتصل بالاب تاعي قال له ابنك ما يقدرش وكذا وكذا، ومن بعد قال له كيفاش نحيوه العام هذا. والاخر الاب تاعي قال له يقدر يجي نجيبه ما كان حتى مشكله. يا الاخر هيا كيما وصلوا الدواسه يدفعوا الدواسه يطلعوهم لا ليغ، الدوسي تاعي تنحى انا ما كانش في لا ليست، تزعكس من نادي وفاق ستيف، رحت درت ريزيسي في اتحاد ستيف. وانا كان عندي عام هذاك الباك، قلت لوبجيكتيف تاعي العام هذا الباك ومن بعد ان شاء الله. ومن بعد الاخر هذه هي اسوأ لحظه تاعي في وفاق ستيف. ما حبستش الموسم في هذاك الموسم الاخر كيما عاودوا قلبوا ماشي قلبوا سمير ميراطلا المدرب سمير ميراطلا قال لهم اللاعب هذا نحتاجه نخدموه، والله ما على بالي الدوسي كيف كيما طلعوا بالك ما بداوش بالدواصل تاعنا الاخر، نحاو دوسي وحطوا الدوسي تاعي والحمد لله. الشيخ سمير كان فضل كبير عليه في واش راك واصل دوكا. فضل كبير سمير ميراطلا كيما الاب تاعي، يشتيني كيما الاب تاعي، خمم عليا الله غير صافي بليزير ان شاء الله نقدر نرجع له الخير تاعو هذا. يعني الله غير نقول له الشيخ سمير ميراطلا ربي يحفظك ويحفظ لك اولادك، اك الاب تاعي تخمم عليا دير عليا ربي يحفظك ان شاء الله. افضل لحظات خويا مع وفاق ستيف؟ افضل لحظه انت تسجل الهدف الاول تاعي مع اهلي البرج كونتر اهلي البرج، وزيد كونتر حارس كبير فوزي شوشي. يعني اهدافك كانت فرحه كبيره. ان شاء الله مزيد من الاهداف الموسم القادم ان شاء الله يا رب. هل صحيح إدارة وفاق ستيف ترفض بيعك؟ وسمعنا بلي عندك عروض بزاف. يعني هي كيما عروض الله عندي عروض كبيرة مي ما تقدرش، وثائق ما عنديش وثائق ما تقدرش، أنا اللي عيطوا لي نقول لهم مصير تاعي بين أيدي الرئيس. وأنت يعني مستراح في وفاق ستيف؟ الحمد لله ما نكذبش عليك مستراح بزاف في وفاق ستيف، وحب نكمل في وفاق ستيف. في الوقت الراهن حاب نحترف، ما كانش جوار ما يحبش يحترف في سن صغير، ولوكازيو تجيك خطره في الحياه ان شاء الله يسهلوا لي امورا وان شاء الله نحترف. اللي عندك يعني لي تيست من برا عروض من برا؟ عندي لي تيست، عندي لي زيسي، عندي مي لحد الان ما مش باين والو. سمعنا بلي راك في القائمه تاع المنتخب الوطني ورحت للتربص يعني الماضي، وش هو الشعور تاعك كي عيطوا لك اول خطره للمنتخب؟ ايه شعور كبير هذا يدل بلي باش تزيد تخدم تبروغريسي تبان، والمنتخب الوطني مليح يخدم عليك نقولوا سي في تاعك من بعد لاعب محترف كيما لي زيسي في ليترونجي ما تقدرش ديرهم، لازم تكون لاعب محترف لاعب دولي، هذه هي تعاونك باش نرجعوا شويه للموسم هذا مع الرديف، ودرتوا يعني في اخر الموسم البطوله الكاس في 8 ماي مع غيليزان، يعني واش صراكم في الاونه الاخرى؟ هي الاونه الاخرى صح تراجعنا بزاف، ثاني هذيك خروج من الكاس كان صدمه كبيره لينا، ما مشاتش مكتوب كيما يقول لك الكاس تخير
في رأيك ما هي أسباب تراجع الوفاق موسمين هذا المخرج؟ تراجع الوفاق هي الموسم هذا الموسم هذا كنا نتنافسوا على اربع جبهات. هي المدربين، تغيير المدربين اثر فينا عليها، ما درناش سيزون مليح. رحيم، هل انت متوفق في الدراسه كما بالو؟ هي متوفق في الرياضه اكثر ما زرتي ندير كلش. ما تقدرش تربط بين الدراسه واعره شويه تبين تربط بين الدراسه والرياضه. هي كي يكونوا شويه امكانيات تقدر تربط، ما يكونوش امكانيات واعره. رحيم، في المشوار الرياضي تاعك شكون هي الاشخاص اللي تنصحك وتحفزك والسند تاعك واقف معك طول؟ هي الاشخاص اللي ساندوني، والدي ساندوني بزاف. الاب تاعي صح تعب عليا، صح حب يشوفني في مكانة عاليه بزاف، هو يقول وين، يقول لي اخدم زيد، حب تشوف لي انا، حبني ننجح اكثر من اللي انا حب نوصل. الحمد لله كاينين ولات عمي ولات عمتي، خوتي يضلوا يعاونوني، صحابي الحمد لله تلقى الناس ينصحوك والطريق صحيح. الحمد لله، والله الحمد لله. وجهنا كلمه اخيره للانصار وفاق سطيف. نشكر انصار وفاق سطيف على الوقفه تاعهم اليوم معايا، وكل خطره يبعثوا لي ميساج يقولوا لي انا معاك واقفين معاك. ان شاء الله نكون قدها ونفرحهم ان شاء الله، ويستاهلوا كل الخير. انصار وفاق سطيف يعرفوا الفوتبول، يعرفوا كيفاه، ان شاء الله نفرحوهم العام هذا.